في قبو أسفل أحد المنازل في النمسا، احتجزت فتاة لمدة 24 سنة. الشخص اللي احتجزها في المكان ده هو أبوها، اغتصبها أول مرة وكان عندها 11 سنة، وبعد كده بدأ يبني القبو اللي حجزها فيه واللي اتحجز فيه بعد كده معاها كل العيال اللي خلفتها منه. أيوة، حملت من الراجل ده ووضعت 7 أطفال داخل القبو. لما مات بعد فترة من ولادته أحرق جثمانه في فرن داخل القبو. الراجل ده كان مهندس، فقدر يجهز القبو بمواد عازلة للصوت وعمل له باب معدني ما بيتفتحش غير بكلمة سر هو بس اللي يعرفها. 24 سنة، 8760 يوم، 210,240 ساعة، يعني حوالي 5.5 مليون دقيقة. ما كانتش تعرف الليل من النهار. كريستين بنتها واحدة من 7 أطفال اللي اتولدوا جوه المكان المرعب ده، ما شافتش النور ولا مرة واحدة خلال 19 سنة. لما خرجوها من القبو كان عندها فشل في كتير من أعضائها وما كانتش بتقدر تتكلم. الأطباء اضطروا إن هم يدخلوها في غيبوبة صناعية لمدة طويلة. القصة دي وقتها هزت العالم كله. لما كنتش سمعت القصة دي قبل كده فأنا بجد آسف، لكن حبيت أقول للمؤمنين إن القبو ده ولمدة 24 سنة ما كانش حد يعرف أي حاجة بتحصل جواه غير الضحايا وغير 2 تانيين، الراجل المرعب ده وواحد تاني مرعب برضه بس بيقول عليه أرحم الراحمين. الاتنين اشتركوا في الجريمة، واحد نفذها والتاني كان يقدر يمنعها، ولكن فضل إن هو يقف يتفرج لمدة 24 سنة. كل الشرور مجانية، وحالة شر واحدة في العالم كفيلة بأنها تنسف فكرة الإله من أساسها. من اللحظة التي نستقبل فيها الحياة يخرج الطفل من رحم أمه باكيا يصرخ، لأنه بينتقل من عالم صغير جدا وآمن لعالم آخر لا يعرف شيئا فيه. كلنا مولودين وعلينا حكم بالإعدام، وبنفضل طول حياتنا مستنين لحظة وطريقة تنفيذ الحكم ده، وياريتنا عارفين معاد تنفيذ حكم الإعدام. احنا بنفضل مستنينه طول الوقت. كل الأمور اللي بتفضي في النهاية إلى الموت أمور مؤلمة وحزينة. الموت شر مجاني. في امراض بتلازم الناس طول العمر، في امراض حتى بتخلي الناس تتمنى الموت. كتير من مرضى الاكتئاب بيتخلص من حياته بنفسه عشان يتخلص من الالم. ناس كتيره دلوقتي واحنا بنتكلم بتتمنى الموت من شده الالم. المرض شر مجاني. تاريخ الانسانيه مليان بالشرور. الحروب مثلا لم تتوقف ابدا. لن اتحدث هنا عن دور الدين في اشعال الحروب. هناك حروب استمرت لعقود، وهناك حروب افنت شعوب بالكامل. نهايه الحرب في ثكالى، في مشردين، في جوع، في مرض. أسوأ أنواع الشرور، إنه أيضا شر مجاني. بينما الشمل مجتمع والأسرة في عافية، حادث يودي بحياة ربها فتصاب بالصدمة وتتوالى الأحزان، ويقلب الغنى فقرا، وتضيع الفرحة والسعادة، وتنكسر النفس التي كانت شامخة، وتنكس الرأس التي كانت مرفوعة. إنه شر مجاني. كم من رجل أو امرأة تريح الفراش الآن ونحن نتكلم؟ كم من أم تنام لا تستطيع أن تبرح فراشها، وابنتها الصغيرة تحاول رعايتها؟ الأم أخذت دور الطفلة، والطفلة أخذت دور الأم. إنه شر مجاني. السيكوباتيون شرور مجانية تسعى في هذه الأرض، في كل مجتمع، في كل مكان. يقتلون ويغتصبون ويسرقون ويخربون بكل طاقتهم. إنهم هكذا، تكوينهم هكذا، لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء آخر. هناك أنماط كثيرة من الشخصية مضطربة في كل المجتمعات بنسب ليست قليلة، يسببون الألم والحيرة والنفور وكل أنواع المتاعب. شر مجاني. عندما تفترس الأمهات يموت الصغار جوعا، إنه شر مجاني. كل الشرور مجانية طالما إن الخالق الإله كان يقدر يمنعها بدون ما يخسر أي حاجة، ومع ذلك ما منعهاش
بل هو اللي خلقها زي ما بيقولوا المؤمنين. الادعاء بأن وجود الشر بيضرب فكرة الإله في مقتل ادعاء واضح ومقنع جدا، لكن مفيش مانع ان احنا نوضحه اكتر من خلال التحليل ده. 1. الإله موجود. 2. الإله كامل القدرة والمعرفة والخير والرحمة، كل المؤمنين بكل الآلهة بيقولوا كده عن إلههم. 3. اي كائن او ذات كاملة الخير اكيد هتتسعى لان هي تقضي على الشر. 4. ان الكائن ده اكيد لانه كامل القدرة وكامل المعرفة، عارف ازاي الشر بيحصل وعارف ازاي يقدر يمنعه. 5. اي كائن كامل القدرة يقدر يستأصل الشر تماما من الوجود. 6. لو في كائن يعرف كل طريقة يوجد بها الشر ويقدر يستأصل الشر ده وراغب فعلا في استئصاله، فاكيد الشر مش هيكون موجود. 7. اذا كان في اله كل القدرة والمعرفة والخير فالشر مش هيكون موجود خالص. 8. الشر موجود. عدنان إبراهيم واحد من الشخصيات اللي أنا بحب أسمعها جدا، مسلي بيفسحنا فسح كبيرة وطويلة. أكتر واحد ممكن نتفسح معاه هو عدنان إبراهيم، يعني هيقولك على كل حال يقول هؤلاء أيها الإخوة للأسف متذرعين بعبارة للفيلسوف للعالم التطوري الشهير طبعا تشارلز داروين، يقول لا أستطيع أن أقتنع، قال عقلي لا يقبل هذا، مش قادر أقبل، أنا قال صادق أخرج مع نفسي حر، لا أستطيع أن أقبل أن ربا رحيما كلي القدرة هو الذي قصد، يعني نوى قصد إلى خلق الدبور أو أنواع من الدبابير، الدبور النمسي اسمه، الدبور النمسي، وجعل غذاءه في بطون اليرقانات الحية. الدبور النمسي حشرة بتحقن بيضها جوه حشرة تانية عشان تنمو جواها وتتغذى عليها وهي حية. هذا الرب هو الذي جعل القطط تلعب بالفئران، يحب أن يقول ما نراه في الطبيعة من صراع دموي عنيف كاسر أحمر شرس نابا ومخلبا وظفرا أيها الإخوة، من الصعب أن نسلم معه بوجود رب كلي القدرة ورحيم، رحيم بمخلوقاته رحيم بعباده. كيف قال؟ أحسنت، عرض وجهة نظرنا عرض كويس ومقنع في الحقيقة، لدرجة ان انا حسيت ان هو اقتنع. بحس ان كل اللي بيتصدوا للرد على الملحدين في قضية الشر دي وبيتوهموا ان هم هيردوا ردود مختلفة تماما وانهم هيردوا ردود مقنعة، لكنهم بيعيدوا نفس الكلام من غير ما ياخدوا بالهم، معرفش ازاي ما بياخدوش بالهم. وهون يقول له ايه الملحد، تعالى تعالى كم تعالى، سقط لقد سقطت في يدي، سأرميك بأحجارك، فأخبرني أيها الذكي الملحد، سيقول أخبرني أيها المؤمن الذكي إذن ما الذي يبقى من معنى رحمته إذا اتسعت رحمته لكل هذا الافتراس، لكل هذه العذابات، لكل هذه المشاهد الدموية بالأحمر القاني، ماذا سنرى؟ هل يخف المؤمن؟ كلا، هنا يتقدم مؤمن القرآن ويبقى القرآن رائدا أيها الإخوة. وهنا الملحد يقول تعالى لقد سقطت في يدي لأنك لست عدنان إبراهيم. عدنان إبراهيم هيقول لنا بعد فسحة طويلة خالص إن المبرر هو التوازن، الشر موجود عشان يحصل توازن. أنا أقول لكم يبقى التوازن، البالانس، بالانس أوف نيتشر، توازن الطبيعة. الآن نتحدث عن طبيعتنا مش على الكون كله، يبقى التوازن
يبقى الاستمرار، يبقى الكرم. الاستمرار المقيد والمشروط بماذا؟ بالتوازن. هو مفيش توازن مجاني ولا ايه؟ مش عارف. ما هو نفس ردود حضرتك هي نفس الردود اللي بيردها المؤمنين. كل بوزيتيف ضده نيجاتيف، كل سالب ضده موجب، كل خير قصاده شر. يعني مستشفى السرطان للاطفال، مستشفى السرطان للاطفال مين بناه؟ ما في اطفال عندهم سرطان، حاجه وحشه قوي، فعملنا مستشفى. ايه بقى المستشفى دي بنت ازاي؟ بجهود ذاتيه بينت حب الخير والتطوع والبذل، فطلعت الصفات الحلوه جوه الناس عشان تقف ضد الشر. سمعتوا معايا؟ ربنا خلق السرطان عشان البشر يعملوا مستشفى السرطان. بس كل ده برضو ما يسواش آلام طفل عنده سرطان. أنا معاك، بس في حاجة بقى يا أستاذ أنت نسيتها. إيه هي؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. حيوان يعني حييان، وقلبت الياء التانية واوا. أيوة، يعني ربنا خلق كل الكائنات دي في الدار الدنيا عشان خاطر يسحلها وبعد كده يوديهم الحيوان. يا حيوان، أنا نفسي أفهم بترضعوا إيه، يعني نفسي أفهم هما بيرضعوا الناس دي بترضع إيه وهي صغيرة. ربنا له المجد مظلوم من البشر، لأن الشر اللي في العالم هو صناعة بشرية. أنا رأيي إنه يروح محكمة العدل الدولية أو محكمة جرائم الحرب ويرفع دعوة قضائية بتهم الاغتصاب، مش مرة واحدة، مرة واثنين وثلاثة وعشرة. من عارف لو فضل ساكت ممكن يحصل له إيه؟